بالتسديد، وهون الطابة عم يخسرها. جيرار حديد عم بيطلع بالطابة all the way بسجل. I love this game. جيرار حديد عم يسجل النقطة الرابعة لفريقه. لاحظوا بالإعادة كيف طلع جيرار هو بالطابة وقدر مع فريق الألترانيك عم يلعب للمرة الأولى مباراة إذا فيي أقول رسمية بهيدا الملعب بالذات. بتعرفوا بيجو وهون كمان الاستعراض مكمل، الاستعراض مكمل والمزح الظاهر تقيل بهالمباراة. تمريرة ممتازة والحديد يا عم بيكبس الطابة من جديد. تقديم سعيد، تمريرة بتوصل تحت السلة، ممتاز الاسيست كمان سيرجيو. كمان وائل، تفوق عددي بالهجوم لفريق بيروت. وائل بمرر لمين؟ تحت السلة لجيرار حديديا. عليه ثلاث لاعبين، جيرار بسجل الحديديا نقطة ال 11. رودريغ بمرر. اي لاف ذيس جيم يا جيرار يا حديديا. كرم مشرف لصالح جورجيف دعبول. شوفوا بالإعادة قد ايه حلوة التمريرة، وجيرار ما عم يرحم اليوم، فوق عم يلعب. لاحظوا قد ايه عنده ديتانت حلوة هاللاعب، 3% عم يسجل هون من نقطتين. ولاحظوا بأي سهولة عم يلعب فريق بيروت المباراة. سلة سهلة لصالح جيرار حديديان اللي صار رصيده 18 وبياخذ الفاول. يعني بوقت كان جون مارك جروج عم يسجل نقطة الرابعة كان في تمريرة طويلة عم توصل من أول ملعب لآخره هينة للاعب جيرار حديديو. عم نشوفها بالريبلاي، عمل الفيك سجل واخذ الخطا من الدعبول. باسكت ان، كمان باسكت ان هالمره لجيرار حديديو 21 بالمباراه. هلا وائل عرقجي بتنافس مع جيرار حديديو، 43% لوائل 32% لجيرار يلي هون عم بسجل نقطه ال 23.